الثورة أسقطت الدستور الحالي، يعني لازم يتغير. لازم نقول نعم عشان نخلص من الثورة المضادة. المادة 75 اللي ما كانش حد عايز يغيرها بتحرم ناس كتير قوي، علشان هو كان متجوز أجنبية أو أحد والديه كان عنده جنسية تانية. لما عدلوا المادة 93 مجلس الشعب ما بقاش سيد قراره. القضاء هو اللي هيشرف على الانتخابات. اللجنة المشرفة على الانتخابات أصلا ما فيش رقيب عليها. التعديلات خلت الرئيس لازم يعين نائب، مع إن التعديلات مؤقتة ما بتقللش من سلطات الرئيس. وبعدين هيلغوا قانون الطوارئ. ما عندناش وقت ان احنا نفهم ونبني رأينا بوعي اذا كانت التعديلات الدستورية كافية. التعديلات الجديدة هتخلي مجلس الشعب والشورى يختار لجنة تأسيسية عشان تحط دستور جديد تاني كمان 6 شهور. دستور 71 اللي هو ضد المبادئ الاساسية لثورة 25 يناير. شروط الترشيح للرئاسة بقت اقل من الاول. فترة الرئاسة بقت اقل بكتير، 4 سنين وبحد اقصى 2 بس. انا هقول نعم. انا هقول لا. نعم هروح عشان اقول لا. انا بقى هقول نعم. اقول لا عشان عايزه بلد جديده بجد. انا هقول نعم. انا هروح يوم السبت اقول لا. انا طبعا هروح يوم السبت وهقول لا. لا للتعديلات الدستوريه. لا للتعديلات الدستوريه. انا هقول لا للتعديل الدستوري. سيبك من ده كله، لو قلت نعم ايه اللي هيحصل؟ الماده 76 بتقول اللي هيرشح نفسه للرئاسه هيبقى واحد من 2، يا اما عضو في حزب ليه عضو واحد على الاقل في البرلمان، وطبعا ده مش موجود لان مفيش برلمان ومفيش مجلس شعب ولا شورى والاحزاب اصلا مش موجوده. الحل التاني انه يبقى مرشح مستقل، وعلشان يبقى مرشح مستقل لازم يجيب على الاقل 30,000 صوت من الناس، 30,000 صوت من الشعب. مين يقدر يجيب 30,000 صوت الا بقايا الحزب الوطني او رجال الاعمال او الاخوان؟ انت عايز مين منهم؟ انت تفضل مين منهم؟ انت عايز رئيسك يبقى مين منهم؟ فكر كويس.